مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حمدا لمنزل الثناء ودائي ومنزل الشفاء والدوائي، حمدا لمنزل الثناء ودائي ومنزل الشفاء والدوائي، من عمل لي بال بالدواء ليرفع بي عن البلاء، ثم على مرع ثم استدام يبرى بلا كل وفاذ بالعراء، محمد طبيبنا الحكيم أسقى سلام ربنا الكريم، والآل والأنف ذوي العلاء محتاج ذو أسقى من الشفاء، فزاوي حول يوم ذو أوجاعي مدعيا على مذيب الداعي، وأتقي إليه ما من الضرر مسني عطاء راد مقتدر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه غير العالمين أكرم، ثم في يوم رمضان الأغني، يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عليم، اغفر ذنوبنا تقبل منا واغمي غمانا وتجاوز عنا، وأنزل يا ربنا خير نغم مكان ما نغاب من سر نغم، وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآباد والرزايا، وهب لنا الإرز على التعادي وكفنا القتل في الأوقات، يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يتابي، أنت انتفاعك أكان التائي ولا تقع منا بالابتلاء، وأنزل النفع مكان الضر، وأنزل الخير مكان الشر، وأنزل العلم مكان الجهل، وأنزل الجود مكان بغل، وأنزل الغنى مكان فقر، وأنزل الشكر مكان كفر، وفي جميع المسلمين عادلا، ثم غيم أبوه أذنا عادلا، والنجي وعافي والتوفيق، ولا تغوائز بكل ذنب، فإنه وإن أذوك يا أغل، الحمد لله لا يرزقهم بك أغل، وإنه ودانهم لا تغدر، على بلائك لدفن يزر، قلوبهم ليس تميل أبدا، الناس يعظم هنا إلى غدا، لكن ما تنسس الجواري، أبداه ليقبل الخبائق، ولا تغوائز بما لا ينقص، ولو مروب الذي لا ينفق، يا الله يا مغلب القلوب خل قلوبنا عن القيوب، وأغننا بقلب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم، واجعل جميع المسلمين طرا لنا أغلى أفن فأدرا، واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات شمعا فيهم غدا، واجعل جميع المسلمين في التقى والمسلمات بزيادهم تقى، واجعل جميع وجعل جميع العاملين مخلصين، وجعل جميع المخلصين زايدين، وجعل جميع الزايدين نازيين، وجعل جميع النازقين سادين، وجعل جميع الصادقين السادين بائزين، وأهدنا يا ربنا بالغمة للمسلمين أبدا ورغما، وجعل لهم فينا غنى وغيرا، وكفهم منا أذى وديرا، وأغننا بربهم لوجهك، وأهلهم بربنا فنسبا، واجعل جميع إخوتي والنسبي في رحمة يوم سلام النسبي، واجعل لنا غنى وغنى غزا، بعيدة تفضلا فالنقصا، وهب لنا مكارم الأخلاق، مع التقابب بلا زقاق، واجعل صغيرنا يغفر الكبير، واجعل كبيرنا يغير السيد، واجعل هلوبنا على التوالد بلا تنازع ولا تقاسم، ولا تقاسم ولا تدابر، ولا تباخر ولا تنافر، حتى نصير مسلمين غازين والمؤمنين مخلصين ذلكم، واغفر لنا وعافنا بعافية، وكن في الدارين غير عافية، ارمي وكفنا عن من لبه، ونجي كل مسلم ومسلمة، وأولنا يا ربنا خذنا الختام من الممات وعلى يومنيا، جاي علم سبى الأمراض، ووقف المرقوب والأغراض، محمد الطبيب الأمام، المبري الأمراض والأسقام، وصليا عليه ثم سلما، وعليه مع جعب الكرماء، تعبر المقول بدعائه، وهم في مريض بالجزاء، وللنجم أيضا زاد كل أخر